والكلمة الموالية هي لضيوفنا الكرام. نبدأ مع ضيوفنا الكرام في كلمات افتتاحية على أن نلتقي بهم إن شاء الله لاحقا في محاضرات ونقاشات ذكرية وعلمية، ولكن الآن نبدأ بكلمات لضيوفنا الكرام، ونبدأ بالشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حبيب إمام الحرم المكي الشريف، رئيس المجلس الأعلى للقضاء للمملكة العربية السعودية. ليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر باسم زملائي وباسمي لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الأستاذ أحمد محمد لمين هذه الدعوة الكريمة التي تلقيتها لأحظى مع إخواني العلماء في جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم لنحضر هذا الاجتماع المبارك والندوة الطيبة في هذا الموضوع المهم والحيوي والمتجدد عن الوسطية مفهومها وتطبيقها. بادئا لبدء أنقل لكم تحياتي إخوانكم وأشقائكم في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني وعلماء الحرمين الشريفين وشعب المملكة العربية السعودية يصافح أشقائه هنا في هذا البلد الكريم، البلد المسلم، والذي يقف على الضفة الغربية من ديار الإسلام، هذا الشعب وهذه المنطقة المرابطة والتي وقف عليها أو على سواحلها أجدادنا وأجدادكم، وقالوا وهم يقفون على ضفاف بحر الظلمات: لو نعلم أن وراء هذا البحر ديارا أو أناسا لخذنا غماره من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. وكما علمنا علماؤنا وكما حملنا أجدادنا وأجدادكم، علمونا أن عدم العلم ليس علما بالعدم، فنحن الأجيال قد علمنا أن خلف هذا البحر أناسا وأمما، إذن المسؤولية مسؤوليتنا للدعوة إلى الله عز وجل. وأظن أن نهجنا
في هذه الدعوة وفي سبيل الدعوة، وهو نهج أبائنا وأجدادنا، وقبل ذلك نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو منهج الوسطية. فسبيل الدعوة إلى الله عز وجل هو الوسطية. وقد علت مجلسكم هذا الكريم وقاعتكم هذه الشريفة كلمات سطرها إخوانكم في الجمعية، منها أن الوسطية تيسير في الفقه وتبشير في الدعوة ووظيف وترغيب في الخير. فسبيلنا إلى الدعوة إلى الله عز وجل هو قول الله عز وجل في الوسطية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة لم توصف بحسن لأنها لا تكون إلا حسنة، أما الموعظة فوصفها ربنا بأنه بقوله والموعظة الحسنة. فلا بد ولا تكون الموعظة مؤثرة إلا إذا كانت حسنة، ولا تتحقق الوسطية فيها إلا حينما تكون حسنة. ثم قال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولم يقل بالتي هي أخشن. فالوسطية هي بالجدال بالتي هي أحسن. أيها الإخوة، أيها العلماء، صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية ممثل السيد رئيس الجمهورية صاحب الفضيلة الشيخ الشاب العالم محمد بن حسن لدو، أصحاب الفضيلة جميعا، ما استمعنا إليه من كلمات وشعر ومشاعر لا شك أنها، ولا سيما ما يتعلق منها بقدسنا وبقضيتنا، فإنها هي المسؤولية، مسؤوليتنا، وهي شعورنا ومشاعرنا ومسؤوليتنا أمام ربنا وأمام أيضا ولاة أمرنا وأمام شعوبنا نحن العلماء. فعلينا ونسيم في هذا الاجتماع الطيب المبارك، ونحن نرسم أو نسهم في رسم خط الوسطية مع لا شك طبعا اجتماعات مماثلة ومجتمعات نظيرة لإخوان لنا في شتى أقطاع المسلمين عقدوا اجتماعات للوسطية، خط الوسطية مع لا شك طبعا اجتماعات مماثلة ومجتمعات نظيرة لإخوان لنا في شتى أقطاع المسلمين عقدوا اجتماعات للوسطية وللأمن الفكري ولمحاربة الإرهاب، كلها جهود مباركة ومشكورة تصب في ترشيد المسيرة وفي درء الفتنة وفي الحفاظ على أبنائنا والحفاظ على ديننا، ثم الحفاظ على كل قضايانا، وتأتي في مقدمتها قضية القدس الشريف وفلسطين السليمة. لا أحب أن أطيل، إنما هذا الملتقى يحمل عنوان الوسطية في الإسلام، فهو من القنوات المهمة والأدوات الفعالة لنشر الفكر السليم والمنهج القويم للإسلام وفهمه الفهم الصحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي هذا الملتقى ثمره، وأن يحقق هدفه، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. وإنني أشكر جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم على دعوتهم وتنظيمهم لهذا المؤتمر، كما أشكر الحضور والمحاضرين والمحضرين. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يوفق جميعا لما يحبه ويرضى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.